ينضم إلينا من تل تمر آزاد أحمد ناشط إعلامي. أهلا بك سيد آزاد. تحية طيبة لكم ولجميع مشاهديكم. ما هي آخر المستجدات آزاد على ساحة المعارك بريف تل تمر، حيث الأنباء تتضارب حول الجهة المسيطرة على بعض القرى الجديدة هناك؟ نعم، يعني كما تعلم البارحة شهدت مدينة تل تمر توترا أمنيا في خاصة في ريف تل تمر. الأحداث البارحة حدثت تقريبا في حدود الساعة الثانية، حيث هاجمت الميليشيات الإرهابية التابعة للجيش التركي القرى التي كانت تسيطر عليها قوات الهجان السورية أو ما يسمى بحرس الحدود السوري. على الفور وبدون أي مقاومة تذكر انسحبت القوات السورية من تلك القرى، قرية المحمودية، قرية الدربو، قرية السباطية. الأمر الذي أدى إلى وجود فراغ أمني في تلك القرى، حيث سيطرت الميليشيات الإرهابية على تلك القرى. يعني في حقيقة الأمر ذلك الانسحاب السوري من تلك القرى أدى إلى حالة هلع وخوف بين السكان في مدينة تل تمر. طيب سيد أزاد، انسحاب قوات النظام السوري ما هي أسبابها؟ لماذا انسحبت هذه القوات وإلى أين اتجهت؟ أعتقد أن السبب الفعلي لانسحاب القوات السورية من تلك القرى، قرى الشباك، قرى المواجهة، أعتقد أن السبب يعود إلى قلة الذخيرة وقلة الأسلحة والجهاد. يعني لم تكن هناك في حوزتهم أسلحة ثقيلة كالدبابات والمدفعيات والأسلحة التي يستطيعون بها مواجهة الاحتلال التركي. أعتقد أن ذلك هو السبب الرئيسي لانسحابهم. اتجهت تلك القوات العسكرية إلى مركز محافظات الحسكة. نعم. طيب بخصوص الرتل الأمريكي، هناك معلومات تفيد بمرور عربات أمريكية من تل تمر اليوم، هل لديك تفاصيل عنها؟ يعني هل هي مجرد دورية أم أعداد كبيرة يمكن وصفها برتل عسكري؟ حقيقة في الصباح تقريبا قبل 3 ساعات اتجه الرتل الأمريكي من قاعدة قصرك الواقع على طريق تل تمر الخامشلي باتجاه قاعدة سرين. أعتقد أن هذه الحركة ذهبت بهدف لوجستي، لا أعتقد أنه سيشارك في العمليات العسكرية هناك. نعم، هذا هو التطورات في المنطقة. نعم، أشكرك جزيل الشكر آزاد أحمد ناشط إعلامي، كنت معنا مباشرة من تل تمر.